إمير بير أو إميرة بير the supervisor of the house, the steward of the house, the one responsible for the house. إميرة أو إمير can be the origin of the word أمير in ancient in Arabic now. So إمير أمير, which means prince in Arabic now, the one responsible. إمير بير the estate supervisor. إمير بير المشرف على البيت, ناظر البيت, المسؤول عن البيت. ممكن من إمير دي المسؤول أو المشرف أو الشخص المسؤول تكون جت كلمة أمير في اللغة العربية. أمير بير المسؤول عن البيت أو ناظر البيت أو المشرف على البيت.